ما هو الجمع بين عدم قتال الكفار حتى تكون عندنا قوة وبين قول الله تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ هذا عند المواجهة، إذا حصلت المواجهة فلا يجوز للمسلمين أن ينهزموا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. عند المواجهة ما يجوز الانهزام، بل المسلمون يقاتلون. أما أننا قليلين ولا عندنا إمكانية ونروح نقاتلهم، هذا إلقاء إلى التهلكة، هذا إلقاء إلى التهلكة. لكن لو واجهناهم أو هاجمونا، هجموا علينا أو واجهناهم، لابد من قتالهم. نعم، عدم الاستسلام لهم. نعم.